حاتم كحلوم، باحث وخبير في التعمير والتخطيط الاستراتيجي بالمعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان. اليوم احنا في يعني في هذا المؤتمر، هذا الملتقى اللي يهم مسألة يعني تنزيل السياسات العمومية وكيف يتم ايضا تنفيذ هالسياسات هذه. هو مدخل يعني وإطار أولي إلى حلقة من يعني من المواعيد القادمة إن شاء الله، نشوفوها إن شاء الله مع مؤسسة الياسمين. والبرنامج متاع اليوم فيه يعني 4 مداخلات تقريبا، وفي المساء يعني عنا تقديم ورقات قاموا بها، معنا تشكيلة من مجموعات الشباب اللي اشتغلوا على محاور مختلفة. نرجع للمداخلة متاعي اللي هي تتنزل في هذا الإطار، وكان العنوان متاعها يعني حول مدى اتساق معناها السياسات الحضارية وكيف تنزل هذه السياسات. كي نقولوا يعني اتساق، يعني كيفاش فما يكون تنسيق في إطار هالحوكمة هذه لصياغة السياسات، تصورها وتنزيلها. المحاور الأساسية المداخلة هي كانت يعني ضرورة الرجوع للمفاهيم، ماذا نعني بالسياسات يعني في تونس، كيف يتم صياغة السياسات هذه في جانبها يعني العام كسياسات عمومية، ثم في جانبها الحضري كسياسات أفقية تقاطعية توافقية. وأثرنا يعني عديد الأسئلة اللي تهم يعني المسألة هذه، ومن بين الأسئلة هذه يعني منذ الاستقلال إلى يومنا هذا شنو اللي كسبته المدينة من حضور أو غياب هالسياسات هذه. وتقريبا مشينا احنا في المفهوم اللي يعني السياسات العمرانية أو السياسات المدينية تقريبا غايبة في تونس، واللي يعني المخرجات متاعها للأسف كانت الغياب هذا مخرجات السلبية ظهرت أكثر بعد الثورة. ونشوفوا يعني معناها من علاقة يعني الإدارات في بعضها، علاقة المواطن بالدولة، علاقة المواطن بالفضاء العمومي، علاقة المواطن حتى بالمحيط نتاعه بمدى تملكه للمحيط وللفضاء نتاعه، يعكس يعني التمثلات هذه ومدى إدراكه للشأن العام وللسياسات العامة. ورجعنا أيضا في المداخلة هذه إلى عمق تصور هالسياسات هذه من يعني من صانع القرار، وضرورة يعني بما أن السياسات العمرانية والسياسات الحضارية سياسات أفقية، ضرورة الخروج أو التخلي على النظرة القطاعية للتخطيط الاستراتيجي أو التخطيط يعني الاقتصادي بالأحرى، والتواجه نحو أكثر تناغم وتناسق بين هالقطاعات هذه وبين مقتضيات يعني التخطيط الحضري والحاجيات متاع المتساكنين للتخطيط، وفق يعني ضوابط وادوات نستعملوها، ووفق يعني اليات يتم وضعها يعني في مختلف يعني القوانين. وفي الاخير عرجنا ايضا على مساله الاتساق والتناغم والى غيره، بين قدمنا مثال يعني هو مدى يعني حوكمه صياغه السياسات بصياغة القوانين أيضا، اللي هي تمثل يعني أدوات وآليات لتنفيذ السياسات ولو حتى لو غابت هذه السياسات. قدمنا المثال متاع يعني صياغة مجلة الجماعات المحلية اللي هي تعتبر كقانون أساسي، وصياغة مجلة التعمير اللي هي كقانون، ولازم بيناتهم فما يكون اتساق واحترام. هذا كله غير يعني محترم، وغير يعني غير معنى ماهوش مأخوذ به في نظر يعني الإدارات. وانتهينا إلى يمكن القول أن فما لا حوكمة في صياغة هالسياسات، وما فماش يعني اتساق في صياغة السياسات، ولا بد من معناها من ضرورة مراجعة هالتمشي هذايا في نسق مغاير للأنساق العادية اللي احنا في نسق يعني متثورة، ولازم تكون فيه مقاربات يعني تشاركية، مقاربات استراتيجية فيها رؤية مستقبلية للتنمية يعني اللي تبعد على الجوانب القطاعية وتاخذ يعني كل الجوانب الاقتصادية الاجتماعية العقلية.
العقارية إلى غيره، ونبعدوا خاصة على البرامج المسقطة، المشاريع المسقطة في غياب السياسات هذه. أكيد احنا في يعني في المنهجية متاع يعني في التظاهرات هذه، في المنهجية متاع المؤتمرات والندوات هذه، يكون يعني الهدف منه هو محاولة تعديل المفاهيم، محاولة إبراز الممارسات الفضلة ما نسميهم لي بون براتيك ولي باس براكتس، لكن أيضا أن نوريو ونظهروا الممارسات غير الفضلة أو الدونية أو غير معتمدة. تقويم المفاهيم، تعديل المفاهيم مهم جدا، تقريب المعلومة للمشاركين والحاضرين، والأهم من هذا هو تحفيز السياسيين على ضرورة اعتماد التوصيات اللي تنبثق من هالتظاهرات هذه واعتمادها في كل يعني الأعمال التصورية وأعمال صياغة المشاريع، وإن شاء الله يعني المبادرات هذه نلقاو يعني الصدى متاعها في يعني صناع القرار، في السياسيين متاعنا، وفي حتى يعني العمل اللي تقوم به معناه مكونات المجتمع المدني من الحشد من الضغط من التنسيق إلى غيره، اللي هو جوهر عمل ثينك تانك، هو هذا بمثابة ثينك تانك اللي خلينا يعني في ملتقى كما هذا تتضافر الجهود ويكون فما توافق حول معناه مفاهيم، والناس كل تقدم آرائها يعني في ما غير حتى يعني لا موانع ولا يعني ولا معناه حدود في التفكير. مؤسسة الياسمين ما هوش جديد عليها معناها تنظيم هذه التظاهرات، هي اكتسبت يعني خبرة معناها طوال السنوات الأخيرة، اللي هي معناها تسمى مؤسسة حديثة، لكن بحكم يعني الكفاءات اللي تضمها، بحكم يعني القدرة اللي عندها على استيعاب الواقع، قدرتها على تجديد وتحديث البرامج ومواكبتها للتطلعات واحتياجات فئة خاصة جدا، وخاصة هي توجه للشباب، شباب يعني الأحياء الشعبية أو الأحياء اللي ما نسميوه معنا الهامشية، تمكنت من كسب رهان جدا، هو رهان يعني رفع الوعي، رهان يعني توظيف يعني الموارد نحو معناها مفاهيم جديدة مثل الحوكمة، مثل يعني الترشيد إلى غيره، وهذا يعني نشوفه يعني تجربة رائدة في الخبرة يعني الوقت القليل اللي تشتغل فيه مؤسسة الياسمين.